الشرك هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى، يعني يعبد غير الله مع الله، يعبد من دون الله. طيب هذا الذي عبد من دون الله متى يكون الشركا؟ إذا كان معبود من دون الله صنم ولا وثن ولا ملك ولا رسول ولا إنس ولا جن ولا ولي صالح أحد الصالحين الصالحين، ها متى يكون شركا؟ كل ذلك شرك، لا فرق بين أن يعبد مع الله شيطان أو يعبد مع الله ملك، يعبد مع الله نبي أو يعبد مع الله صنم، يعبد مع الله ولي أو يعبد مع الله حجر ولا شجر، الشرك واحد كله شرك. واضح؟ مثل الذين اتخذ من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذ بيتا، اتخذ من دون الله إيش؟ أولياء، ما قال أصنام، أيضا هؤلاء مشركون، وقال اتخذ من دون الله ماذا؟ أولياء. لأن في ناس تلبس يعبد الأولياء، فإذا قلت هذا الشرك، هذا ولي أخي، هذا ولي، هذا صالح، طيب وذا ولي؟ يعني إذا كان المعبود من دون الله ولي ما يكون الشرك؟ الشرك هو عباد غير الله مع الله ولا فرق. بل أن المشرك الأول عبد الأصنام، وأصل الأصنام هذه يا شيخوان تصاوير لأناس صالحين، هو شرك. ومن العرب من يعبد الملائكة ويقول هؤلاء بنات الله، والنصارى يعبدون عيسى بن مريم عليه السلام يقول ابن الله، هذا ما أخرجهم من الشرك، بل هم مشركون ولو عبدوا ملكا أو نبيا أو وليا أو صالحا أو أي شيء. نعم.